أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن مملكة البحرين نجحت في استقطاب مؤتمر مروجي السياحة بفرنسا لكي يعقد مؤتمره السنوي في البحرين عام 2018. حضور ملفت لمملكة البحرين في معرض باريس الدولي للسياحة الذي يقام سنويا لترسيخ اسم المملكة كوجهة سياحية هامة على مستوى المنطقة وتقديم الصورة المشرقة للسياحة في البحرين. سعيدين نشارك أول مرة في معرض السياحة الفرنسي. طبعا عندما وضعنا استراتيجية السياحة لمملكة البحرين في عام 2015 كانت فرنسا أحد الوجهات المستهدفة كسوق سياحي لترويج مملكة البحرين، وتم فتح مكتب تمثيلي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض في فرنسا، وهذه أول مبادرات اللي نقوم فيها على أرض الجمهورية الفرنسية. فقررنا المشاركة في هذا المعرض لأهمية السوق الفرنسي، لنشر وتوعية السوق الفرنسي عن البحرين كوجهة سياحية جديدة، والحمد لله الحضور كان متميز. ويهدف الجناح البحريني بالمعرض إلى التعريف بالثقافة البحرينية على المستوى العالمي، إضافة لاستكشاف أسواق جديدة. بالنظر إلى الماضي، السياحة بين البحرين وفرنسا كانت تقريبا في اتجاه واحد، اللي هو السواح البحرينيين يأتون إلى فرنسا. نطمح الآن أن يكون في تبادل في الحركة السياحية واستقطاب سائحين فرنسيين إلى مملكة البحرين، وأعتقد بدينا نحن نشوف أول لبنات النجاح في هذا المجال، وبنشر الثقافة البحرينية بحضورهم إلى البحرين واختلاطهم بشعب البحرين، بتاريخ البحرين، بحضارة البحرين. راح يعرفون أكثر وأكثر عن البحرين، وراح يزيد عدد السواح الفرنسيين. الخطوات القادمة طبعا أن نوسع تعاون في مجال السياحة، سواء عن طريق الأفواج السياحية أو عن تبادل الخبرات. وتم تصميم الجناح البحريني بالمعرض بشكل عصري ولمسات بحرينية تحاكي التراث التقليدي. ما يعجبني في البحرين أنه بلد يثير اهتمامنا كفرنسيين، ونسعى لاكتشافه أكثر لكونه يمتلك إرث حضاري وسياحي مهم جدا، ونحن نهتم به كثيرا. كما أتمنى أن يكون لنا فرصة للتعرف عن قرب أكثر على الثقافة البحرينية واكتشافها من خلال السياحة بشكل خاص. وقد لاقى الجناح البحريني اهتماما من قبل عدد من الشركات السياحية التي ستعمل على استقطاب السياح إلى البحرين. كنا بصدد توقيع الاتفاق مع وزير السياحة البحريني في اجتماعنا مع الجانب البحريني، والهدف هو استقطاب مروجين للسياحة البحرينية وعقد مؤتمرا سنويا في البحرين في العام المقبل. نحن فخورين بذلك. البحرين تعد وجهة ثقافية ولديها تاريخ قوي، وهدفنا هو دعم ومرافقة الحملة الترويجية البحرينية للسياحة في السوق الفرنسية حتى يتسنى الفرنسيين معرفة البحرين بشكل أوسع. وتعد هذه المشاركة الأولى لهيئة البحرين للسياحة والمعارض في مثل هذه الفعاليات، حيث يقدم المعرض الدولي في صناعة السياحة مساحة واسعة أمام المشاركين الانفتاح على تجارب سياحية متنوعة من مختلف دول العالم.